السلام عليكم. لو عندك بني في التلاجة وتعبانة ومكسلة تعملي غدا وعايزة حاجة سريعة، تعالي اقولك تعملي ايه. يلا نبدأ نقول بسم الله. معايا هنا بصلاية كبيرة، بصلاية صغيرة او بصلتين متوسطين زي ما انت عايزة. حطيت عليهم 4 أو 5 فصوص ثوم، وبعدين ضربتهم في الكبة. هضيف بقى ملح وفلفل اسمر، بابريكا، زعتر، 7 بهارات ومكعب مرقة وحبة زيت، وهقلب التتبيلة كلها مع بعض. مجهزة البطاطس بتاعتي، هضيف عليها 2 معلقة كبار من التتبيلة وهقلبهم فيها. وبعدين بقية التتبيلة هحط فيها شرايح البانيه بتاعتي. الأفضل ان هي تكون متقطعة تخينة شوية. بعدين بقى هقلب التتبيلة كده في الفراخ وارصها على وش البطاطس. عايزة اقول لكم هي بجد بيكون طعمها جميل جدا وخفيفة كمان، وده غير ان انا كل ما بقى مكسلة وما عنديش افكار خالص للغدا بعملها. هنضيف لها شويه ميه، مش لازم ندخلها الفرن، انا سويتها على البوتاجاز من فوق. لو عندنا وقت ومش مستعجلين قوي ممكن نسيب البانيه في التتبيله ساعه. هننزل بقى بقيه التتبيله ونولع عليها البوتاجاز وبس كده. عملت جنبيها رز ابيض وكان غدا لذيذ جدا وما خدش معايا وقت وما تعبتش خالص في تحضيره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبالف هنا وشفا هقول لكم.